هكذا عملت الإخوان. ونحن لا يجوز أن نسد عيوننا ونسد أذاننا ونقول أن هذا يتيح الفرصة. نعم إذا كان الاستعمار يعني استعمار الصناعي يعني أن تأتي بالتقنية الحديثة وأن يدرب أبنائي وأن يقيم صناعة وفرص عمل للمواطن ومهارات للمواطن ومراكز أبحاث للمواطن ومن ثم اختراعات جديدة يبدعها. وشفنا المبدعين شفنا الرابع أنا في معرض مع معالي الوزير انطلقت على الكفاءات السورية والعربية لأن معرض عربي سوري كان من المبدعين الشباب والمبدعين الغير معروفين والذين يبحثون عن فرص لاستثمار إبداعهم وتحويله إلى منتج تجاري يفيد البشرية. وهذا مطلوب الملكية الفكرية. لماذا حماية الملكية الفكرية؟ ولماذا التراخيص؟ لماذا لا يجوز لك أن تستولي على اختراعك؟ لأن الفكرة هي أن أحمي لك اختراعك مقابل أولاً أن تصح للعامة وللعلماء وللباحثين ليستفيدوا من هذا الاختراع علماً وتطبيقاً، وثانياً أن يحول إلى منتج يفيد البشرية. يعني لو لم يكن هناك نظام حماية الملكية الفكرية كان 90% من الأدوية التي نستعملها غير موجودة، لأن ليس هناك من هو مستعد أن يستثمر مليار دولار في تطوير دواء واحد إذا لم يكن يعرف أن هذا الدواء سيستثمر مصاعبه وسيستطيع أن يستلم ما صرفه من البحث العلمي. فالفكرة هي ليست الاحتكار. النظام الملكية الفكرية والتراخيص هو لتشجيع الإبداع ولحماية الإبداع والمبدع وليس كما يشاع من أنه هو لغرض الاحتكار ودعم الاحتكارات الأجنبية. فإذا نحن نتكلم عن نظام هو مهم في هدفه وفي توجهاته ليحمي تطلعاتنا الوطنية في مجال التراخيص والفكرة. المجمع العربي للتراخيص هذه هي فلسفته، أن نستفيد من الخبرة الدولية لننقلها إلى الخبرة العربية. الآن ما يهم في المجمع العربي؟ يهم في المجمع العربي اولا الى بناء خبره وطنيه للتراخيص. عندما ياتي اي منتج اجنبي بتقاريره ليس هنالك في الوطن العربي الا على حرف الاصابع خبراء يستطيعوا ان يفيدوا المفاوض المستضيف للتقنيه تجاه القادم بالتقنيه ومعه خبراء. هي عمليه تفاوض. عندما نتوقع اتفاق نقل التكنولوجيا ونحن مسنين ننادي بنقل التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، لا تنقل التكنولوجيا بحسن النوايا ولا بالاصوات العاليه، تنقل بان تهيئ البيئه. احد وسائل تهيئ البيئه ان يكون عندنا خبراء يعينوا مصانعنا ومستثمرينا على بالمشوره لنقل التقنيه. ثانيا ان نقيم، وهذا من احد اهداف المجمع ايضا، ان نقيم البنيه التحتيه التشريعيه المناسبه. لا مهما وقع وسائل دول الاتفاقية مع بعض لن تنتقل التقنية إذا لم تكن البنية التشريعية والبنية الإجرائية في الدولة المشجعة على ذلك. ضعف رؤساء الدول ولكن صاحب الصناعة مش مستعد أن يأتي إذا لم تكن البيئة حمائية من حيث التقنية تشجع على ذلك. فنحن نعمل على تطبيق التوصيات في هذا المجال ونعمل على صياغة العديد من القوانين النموذجية والاتفاقيات النموذجية. نعمل على التدريب، وهذا اللقاء أنا وعملنا اللي هو عملية تبادل الخبرة والتوعية في مجال نقل التراخيص. نريد أن نخلق بيئة علمية في مجال نقل التقنية، لا تنتقل التقنية بدوننا مهما تكلمنا وعملنا بيانات الصوت. يجب أن ندرك أن نقل التقنية وبناء تقنية وطنية، تكنولوجيا وطنية يتطلب إقامة بنية تحتية من تشريعات، من إجراءات، من خبرة، من استشارة، من مقدرة قانونية، من مقدرة فنية لتشجع على نقل التقنية. وأنا أرجو أن تكونوا إخوتي وأخواتي سفراء في هذا المجال في أمم العربية، لأنني أوافق بأن هذه الأمة، وأنا لا أقول لكل من يعرف أن إيمان بالأمة العربية لا يفوق إيمان إلا بالله سبحانه وتعالى. الأمة العربية قادرة، هذه الأمة التي كانت في أساس كل العلوم وكل التقنيات، أن نستعيد مكانتها على هذه الكفوة الطبيعية. ولكن البشائر بدأت، وأنا أرى أننا بإذن الله قادرين ومؤمنين على ليس على التقدم المسرح في صف الدول المتقدمة، أنا أقول أنا أقود العالم. وهذا مش حلم، قدنا العالم 500 سنة.
وسنستطيع باذن الله ان نقول مره اخرى بوجود الخيرين والطيبين امثال قاده هذا البلد العربي الاصيل. شكرا.